هالبيت من 30 سنة تقريبا 35 سنة عمرنا وتعبنا فيه وظلينا فترة حتى يعني جهزنا وربينا فيه الأطفال وهالعالم وبركة في هالحارة. على كل حال نحن نحمد الله يعني على السراء والضراء ومتأملين من هيك نظام يعني يعمل فينا هالشيء هذا. طيران وراجمات وصواريخ دقينا بها الأولاد وهالنسوان وطلعنا طلعنا على سر مدى بيجي 10 أيام رجعنا لقينا البيت هيك لقينا غرفة واحدة يعني شوي بينبرك فيها جينا قعدنا فيها وعم نشتغل ومنرمم هل منحسن عليه ولقينا يعني أفضل من الخيمة وأفضل من النزوح يعني زل النزوح زل في كل معنى الكلمة. أن احنا 10-15 يوم أنا ما صورتهم هيك أبداً.